ولا بس في معلومة كده مهمة وصلتنا عن التتويج بكرة. وش فيك ابو تركي؟ وش فيك؟ خلنا بيساعد الله يرحمه. قاعد تساعد؟ لا بس معلومة مهمة، معلومة كده مهمة عابرة، انه التتويج المتوقع انه في الرياض او جدة ما بين الهلال والاتحاد. صحيح. الوزير الرياضة متواجد في جدة بحكم انه الحكومة في جدة كلها يعني، فوزير الرياضة ورئيس الرابطة وممثل من اتحاد القدم راح يتواجدون لو فاز الاتحاد بالدوري، بينما في الرياض راح يتواجد نائب وزير الرياضة ورئيس الاتحاد وممثل من الرابطة. هذا اللي بكرة راح يصير، بس عشان الناس يكون عندها خبر، يكون عندها معلومة، عشان بكرة مثلا لو فاز الاتحاد بالدوري وطلع وزير الرياضة يتوجهم رايح هناك ضامنين ان الدوري عند الاتحاد، لا هو ممكن، فهم علي؟ الناس ترى اي يعني الخيال عندها واسع، وبالتالي هو هذا اللي صاير، انه حيكون وزير الرياضة ورئيس الرابطة وممثل من اتحاد القدم في جدة، نائب وزير الرياضة رئيس الاتحاد وممثل من الرابطة راح يكون في الرياض، واللي حصل الكاس يستاهل، ألف مبروك ويستاهل. بكرة الناس عينين والله، ثلاث عيون بكرة، الاتحاد وعلى الهلال والأهلي، والله والأهلي يعني الأهلي والله العظيم، أنا والله بقى الأهلي عندي بطولة يعني غار في قلوب الناس يعني، خصوصا المباراة لا تقدم ولا تؤخر للشباب يعني، لا حيزود مركز ولا ينقص مركز، بس الشباب يلعب التاريخ، يلعب الاسم، يلعب لنفسه، وهذا المتوقع بكرة يعني، ما حيدخل قدام الأهلي تعال سجل صحيح، تبغى تاخذها خذها من الملعب وبذراعك.